مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده. ناس كتيره بتسال عن البابا، البابا فين؟ عايزين يطمنوا على صحه البابا. النهارده هنقول لكم البابا بيطمنكم وبيقول لكم ان هو بقى كويس الحمد لله، وهنعمل فلاش باك كده بتاريخ 4 يونيو 2023. كانوا منزلين بيان، اتفاجئنا ببيان واتنشر على كل المواقع المصريه تقريبا، والبيان ده كان بيقول: صلى قداسة البابا طوارس الثاني قداس عيد حلول الروح القدس صباح اليوم في كينج ميروت، وبعدها تعرض لوعكة صحية طارئة وأجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة كشفت عن إصابته قداسته بالتهاب بسيط في العصب السابع. التهاب في العصب السابع، ونصحوا الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي. وعلى هذا سيتم تأجيل أي اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقا، يعني واحد بس شخص أو شخصين المقابلات الفردية، الحاجات اللي هي المهمة قوي يعني، لكن اجتماعات يروح لقاءات يسافر يجي مش عارفة ايه، لا كل ده اتمنع تماما. طالبين سرعة الشفاء وكامل الصحة لأبينا ورعينا بشفاعة أمنا العذراء مريم وأبائنا الرسل ومصاف القديسين، وإحنا بنتمنى الشفاء العاجل لقداسة البابا توادروس الثاني. مهما كانت اختلافك مع البابا ده حاجة، الاختلافات في الرأي حاجة، أو الاختلافات في السياسات أو في بعض الحاجات اللي بتعمل في الكنيسة حاجة، ولكن يا جماعة لا شماتة في الموت أو في المرض. الناس اللي بتشمت في الموت او في المرض دول ناس مرضى نفسيين بجد. يعني انت بتشمت في حد جاله مرض مفاجئ او لا قدر الله توفى، في ناس بتشمت في الموت وفي المرض لحد الان على فكره، انا مش عارفه، انا مستغربه من الناس دي. انتوا روحوا اتعالجوا مهما كانت خلافاتك مع الشخص ده، او مهما كان انت مش بتحبه او مش معجب بارائه او بافكاره. فيا جماعة احنا مش بنتمنى الموت او المرض لأي حد، ما ينفعش. مش معنى ان هو مختلف معاك في الاراء او انت مش معجب بسياسات معينة او انت مش عارفة whatever انت مش عاجبه في ايه، ما ينفعش تشمت في الموت او في المرض، عيب. لحد الان ناس عقولها مغلقة ويكتب بقى ومش عارفة واحسن ومش ايه ده ايه اللي انتوا بتكتبوه ده، عيب. هل المسيحية علمتك كده؟ الشماتة؟ احنا ما عندنا الشماتة يا جماعة، احنا بنتمنى وبنصلي من كل قلوبنا ان قداسة البابا طوارس الثاني يقوم تاني، ونقول له الحمد لله على السلامة، ونقول له الف سلامة عليك، عشان يعني موضوع العصب السابع ده بيعمل برضو حاجات كده في الوش، ومش يعني حاجات. انا في ناس برضو جابت دكاتره وكده موضوع العصب السابع ده عباره عن ايه، عشان بس الناس تعرف برضو العصب السابع ده عباره عن ايه. فايا كان يا جماعه احنا بنقول له الف سلامه، ايا كان انتوا بتعملوا ايه، عيب اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده، عيب. انا اتفاجئت من رد فعلكم الصراحه، ما مش كل الناس طبعا، مش كل الناس طبعا، انا بقول على الفئه المعينه دي، الفئه المعينه دي هتفرح وبتهلل بالموت او تفرح وتهلل بالمرض، انتوا روحوا اتعالجوا. مش ممكن، انتوا ازاي احنا بقينا قاسيين على بعض كده ازاي؟ انت عايز تنتقد اوضاع معينه، عايز تتكلم اتكلم براحتك، انتقد براحتك، انتقد وهو، لكن انت بقى لما يجي بقى يحصل حاجه تقعد بقى تهلل وتفرح وتعمل ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده بجد؟ طيب كان في برضه رساله، ده كان بتاريخ 4 يونيو 2023، كان في بقى رساله طمانينه للشعب امبارح من قداسه البابا بتاريخ 22 يونيو 2023، كلمه لقداسه البابا عن حالته الصحيه والمنشور في العهد الاخير من مجله الكرازه الجمعه 16 يونيو 2023 العدد 23 و24. كان كاتب رساله من قداسه البابا طوارس الثاني: احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. يبدو ان شهر مايو الماضي كان مزدحما بالخدمة والرعاية والقداسات والاجتماعات والزيارات والمقابلات، وانتهى الشهر بعيد دخول السيد المسيح الى مصر،
واجتماعات المجمع المقدس واللجان المجمعية، هذا بالطبع بجوار زيارتنا إلى الفاتيكان بروما وميلانو والنمسا بكل ما شملت من برامج مكثفة. طبعا البابا حصل له إجهاد شديد، طبعا حصل هنا اجتماعات مجمع مقدس وبعدين سافر جولته الروما وقعد شهر تقريبا، يعني قعد زار الفاتيكان الأول روما وميلانو والنمسا، يعني وكل يعني خلص الفاتيكان هو قعد هناك تقريبا 3 أيام وبعدين كمل يومين عشان يزور روما عشان القداسات اللي عملها هناك، كان 5 أيام يعني قول أسبوع، قعد في إيطاليا أسبوع وبعدين بقى سافر بقيت البلاد التانية، راح ميلانو وراح النمسا كمان، وبيقولوا ان هو بيروح النمسا باستمرار علشان عنده هناك يعني متابعة طبية هناك، عامل ملف هناك ومتابعة طبية، الدكاترة بتتابع حالته الصحية في النمسا. ومع الإجهاد الشديد، مع الإجهاد بقى والسفر والحاجات دي كلها، التهب عندي العصب السابع بالوجه، مما استدعى فحصا طبيا وعلاجا دوائيا وعلاجا طبيعيا بجلسات يومية مع الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود، وهذا ما اتبعته منذ أول يوم في صوم الرسل. في خلوة تامة أرجو ألا تطول، ولكنها فترة كنت أحتاجها بشدة من أجل الهدوء والسكون والتأمل ومراجعة تدبير الكنيسة داخليا وخارجيا والتفكير في شؤونها عامة. وبيقول الحمد لله، يعني بيشكر ربنا على كل حال طبعا، وبيقول يمكن دي تكون فرصة أن أنا أقعد واستعيد وأشوف حاجتي الرعوية داخليا وخارجيا وأعيد ترتيب الأمور. ساعات ربنا يا جماعة بيدي حاجات معينة علشان احنا نعيد حساباتنا تاني في بعض الامور. احنا ساعات بنخلي يعني بنقول ربنا بيدينا تجربه معينه او ربنا بيدينا حاجه معينه عشان نعيد حساباتنا في بعض الامور، وربنا بيعمل لنا ستوب في حياتنا كده في وقفه معينه، بيدينا ستوب. فهو حس ان ربنا اداله ستوب، هو قالها، هو حس ان ربنا اداله ستوب عشان يعيد حساباته تاني في الامور سواء داخليا او خارجيا الرعويه واداره شؤون الكنيسه. إدارة شؤون الكنيسة، شفتوا الحتة الأخرانية دي؟ من أجل الهدوء والسكون والتأمل ومراجعة تدبير الكنيسة داخليا وخارجيا والتفكير في شؤونها عامة. مراجعة، يمكن نعمل مراجعة، نتمنى أن احنا نعمل مراجعة وتصحيح الأوضاع الخاطئة، تصحيح الأوضاع الخاطئة. الكنيسة في 10 سنين اللي فاتوا دول كان في حالة من الفوضى، كان في حالة من الفوضى، ان اي حد كان بيقول بدعة وهرطقات، ما كانش فيه محاسبة وما كانش فيه محاكمة وما كانش فيه انت بتقول ايه ولا بتعمل ايه. وكنا شفنا مشاهد كتيرة جدا بتحصل في الكنيسة والشعب كان بيحصل حالة من الغضب، ليه انتوا ساكتين؟ في ايام البابا شنودة ما كانش بيحصل كده. طبعا في ناس بقى جابت صور للبابا شنودة وهو يعني كان تعبان وكده وكان بيغسل كلى دايما البابا شنودة، وكان ما بيسيبش عظة وعمره ما اشتكى من الاجهاد ولا يعني ولا السفر ولا الكلام ده، لان بابا شنودة كان بيسافر كتير وكان بيروح وبيجي ومع ذلك كان بيحضر وبيعمل اجتماعات وقداسات وبتاع. فالبابا شنودة عمره ما اشتكى من الصلاه او عمره ما اشتكى من السفر او عمره ما اشتكى من يعني الاجهاد الشديد، حتى في عز مرضه كنا بنشوفه في بيعمل عظات وكده للشعب. فيا جماعه كل واحد وقدرته الخاصه، ما تقارنوش بقى، احنا كنا دايما بنقول ما تقارنوش حد بحد لو سمحتوا. البابا حالته الصحية لا تستدعي، خلاص المشكلة. البابا شنودة وضعه مختلف، فيعني مش كل شوية نعمل مقارنات بقى. يعني انتوا بتقولوا ان البابا شنودة في عز مرضه كان بينزل وبيعمل لقاءات وكان بيعمل عظات ولحد النفس الاخير كان بيوعظ، معلش يا جماعة كل واحد بقدراته الخاصة، احنا مش كل حاجة هنقول تيبيكال لازم البابا تودروس يعملها تيبيكال نفس البابا شنودة، كل واحد قدرات، دي حاجه اسمها قدرات، دي قدرات خاصه. هو مش يعني هو من اقل مجهود بيتعب خلاص، هو يعني المشكله. مره قال قبل كده ان هو تعب من فتره الصيام في العيد الميلاد اللي فات ده، وشفناه في القداس جاب كرسي وقعد وما حضرش القداس للاخر، فقال انا تعبت ان كان في صيام كتير وكان في اجهاد وكان في ناس كتيره. فاول مره نسمع فعلا ان في تعب من الاجهاد والصيام، كان بيشتكي من الصيام والاجهاد يعني، وقعد 10 أيام تقريبا او اكتر من 10 أيام محدش يعرف هو هسافر بره، محدش يعرف هو كان هنا،
وكان القيل والقال على السوشيال ميديا كان راح فين الوقت ده، لحد ما شفنا السيدة بربارة سليمان وهي كانت مستقبلة الوفد الإيطالي اللي جه هنا في مصر، والصور دي كانت موجودة يعني. فإحنا استغربنا مفيش أي أسقف كان يستقبل الوفد الإيطالي ده غيرها، كان وزير، كان رئيس وزراء إيطاليا تقريبا، وكان في حد تاني برضو. فإحنا استغربنا مفيش أي أسقف يستقبل هذا الوفد إلا السيدة بربارة سليمان، وكانت علامة استفهام يعني. وقلنا فإحنا قلنا بقى يعني أي حاجة ممكن تحصل للبابا السيدة بربارة سليمان هي اللي هتبقى متحكمة، هي اللي هتظهر، هي اللي هتمسك الأمور يعني، بأي صفة هي اللي تقابل الوفد الإيطالي اللي كان جاي مصر. مفيش أسقف ولا أسقفين، مفيش اللي هي بس اللي ظاهرة، فكان علامة استفهام كبيرة يعني، هل هي لديها كل الصلاحيات بعد البابا؟ هل هي لها كل الصلاحيات بعد البابا؟ ده السؤال. طبعا يا جماعة احنا بنتمنى الشفاء العاجل لقداسة البابا تورس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، انه يرجع لكنيسته وشعبه تاني ويتخذ امور بقى جادة. بعد كده احنا عرفنا احداث المجمع المقدس الاخيرة، وقلنا شوية كواليس كده، وعملت حلقة مفصلة عن احداث المجمع المقدس الاخيرة وما تم في الدهاليز في الابواب المغلقة، عملنا حلقة كبيرة جدا وطبعا كان لها صدى كبير. وبعد اجتماع المجمع المقدس الاخير سمعنا ان البابا تعب. موضوع العصب السبع ده طبعا عايز علاج طبيعي وعايز حاجات طبعا، جلسات قوية جدا، لان في ناس بتقول يعني مش انا معرفش يعني معرفش ما عصب السبع يعني بيعمل اوجاع كده في البق شوية كده يعني، او شبه شلل في البق، الله اعلم بيعمل ايه العصب السبع ده، بس انا سمعت ده يعني. في ناس برضو جابت من دكاترة العصب السبع ده عبارة عن ايه، عشان برضو الناس كانت عايز تعرف البابا عنده ايه. العصب السابع للوجه، في ناس كانت بتقول بتقنية الابر الصينية بدون الم الشلل نصفي للوجه، او شلل بل او ما يسمى بشلل العصب السابع، وهو عصب مصدره الدماغ ويغذي عضلات الوجه. لا يستطيع الإنسان عند إصابة هذا العصب إغلاق العين والتحكم بحركة الفم، وكذلك عدم القدرة على تحريك عضلات الوجه كالابتسامة. وعند شلل هذا العصب يفقد المصاب القدرة على التحكم بعضلات الوجه في الجهة المصابة، مما يؤدي إلى عدم التماثل بين الجهتين المصابة. يعني الجزء ده تحس إن هو إيه، اتحوت كده شوية الجزء، أو الجزء ده يعني الجزء ده الجزء ده، مش النصين هيبقوا زي بعض، لا تحسوا ان ده اتلوح كده شوية. طبعا في ناس كتيرة العصب السابع ده من اكتر الامراض المزعجة، حيث تظهر اعراضها فجأة، ويقال عن العصب السابع شلل الوجه. ده عصب السابع يا جماعة، وهو المتحكم في العضلات الجانبية للوجه والمسؤول عن تعبيرات الضحك والبكاء، وهو العصب رقم 7 في الاعصاب المخية، ولهذا السبب سمي بالعصب السابع. وأغلب حالات هذا الشلل مؤقتة، وتشفى الأعراض خلال أسابيع، وتشفى الأعراض خلال أسابيع. عشان الناس بس اللي عايزة تسأل إيه هو العصب السابع، أنا واحدة من الناس اللي معرفش قوي يعني في الحاجات دي، فأنا بقراها معاكم أهو من الدكاترة. إيه هي بقى أسباب اللي ممكن تسبب التهاب العصب السابع؟ نتيجة لعدوى فيروسية، نتيجة لعدوى فيروسية في الوجه أو الأذن، مثل فيروس الهربس الذي يصيب العصب الوجهي. نتيجة لإصابات الجهاز العصبي، التعرض لضغوط أو توتر أو قلق، تعرض لضغوط أو توتر أو قلق، أو تعرض لتيار هواء بارد. أعراض الإصابة، تظهر الأعراض خلال 24 ساعة، جفاف في الفم، واضطراب في حالة التذوق، شلل في عضلات الوجه أو حدوث الضعف بها، ألم عند الأذن أو الجزء المصاب تحديدا، ووارد جدا زيادة في إفراز اللعاب والدموع. صعوبة في إغلاق العين، صداع، خلل في الكلام والتسفير وشرب السوائل، تعرض القرنية للجفاف، القرنية دي للجفاف، انحراف الفم للجهة المعاكسة السليمة، انحراف الفم للجهة المعاكسة السليمة، أنا بقول لكم ده ممكن يتحول شوية. صعوبة غلق العينين مما يؤدي إلى بقاء العين مفتوحة. العلاج بقى بيقولوا يعتمد العلاج على العلاج الطبيعي لكي يحافظ على عضلات الوجه ويسرع من عملية الشفاء. معظم المصابون يتعافون تماما، حيث تعود وظيفة العصب تدريجيا إلى وضعها الطبيعي،
وعادة ما تبدأ الأعراض بالتحسن بعد حوالي أسبوعين إلى 3 أسابيع، كما أنها قد تختفي في غضون شهرين على يد متخصصين في العلاج الطبيعي. يعني كل موضوع علاج طبيعي يا جماعة، وإحنا نتمنى البابا الشفاء العاجل. ده موضوع العصب السابع ده فيه حاجات تطورات كده في الوجه يا جماعة. أنا مش يعني هو بيقول ممكن يكون ضغط وتوتر وقلق. طبعا بعد اجتماع المجمع المقدس الأخير كان يعني كان عامل في الحسبان ان هما ممكن يوافقوا على الوحدة مع الكاثوليك، او عامل في الحسبان ان زيارته الاخيرة للفاتيكان هتبقى في تبادل بعد كده رفات قديسين، او في تبادل بعد كده حاجات هتتم. طبعا هو اتفاجئ، حصل له صدمة من رد فعل المجمع المقدس، رفض بالاجماع مع الوحدة مع الكاثوليك. وانا حكيت كواليس كتيرة جدا في الحلقة اللي فاتت، هحطها لكم في الوصف والتعليق مثبت عشان تشوفوا الحلقة دي اتعمل فيها ايه، يعني اتقال فيها ايه. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن يكون عنصر المفاجأة من رد فعلهم بعد اجتماع المجمع المقدس الاخير مباشرة، مفيش بعدها بيوم او بيومين، حصل هذا على السوشيال ميديا واتفاجئنا ان البابا تعب تعب شديد وجاله العصب السابع، واحنا بنتمنى له الشفاء العاجل يا جماعة. وانا بقول الناس اللي بتشمت على السوشيال ميديا عيب، مهما كانت اختلافاتكم ولا خلافاتكم ما ينفعش نشمت في الموت او في المرض. المسيحية مش كده ابدا. احنا بنتمنى وبنصلي ان البابا توادروس يرجع لحالته الطبيعية تاني، واكيد الكنيسة محتاجة لقرارات بعد كده تكون قوية وحاسمة، لان التاريخ اللي بيسجل يا جماعة في عصر البابا توادروس ايه اللي حصل في الكنيسة، التاريخ بيسجل المواقف دي. فنتمنى ان التاريخ يعني يسجل حاجة طيبة لقداسة البابا، لان البابا مش جاي للشعب او فئة مختارة، البابا جاي للشعب كله. فما ينفعش في قرارات او في حاجات اتخذت في 10 سنين اللي فات دول اضرت الكنيسة، اضرت الكنيسة بجد، اضرتها وفتحت الباب على مصراعيه للهراطقة يبرطعوا فيها. فمحاللة جورج حبيب بيباوي بقرار فردي من البابا، وأيضا رجوع الأنبا متياس للمجمع المقدس دون التوبة علنية أو دون الاعتذار الرسمي على كل اللي اتقال قبل كده، وإحنا طلعنا حاجات مخالفات أو أخطاء اللاهوتية اللي كان بيقولها الأنبا متياس بالصوت والصورة. فيا جماعة قرار الفردي ده مش هينفع، لأن ربنا مش هيرضى السماح للهراطقة ان هم يدنسوا الكنيسة او يدخلوا الكنيسة تاني دون التوبة العلانية ودون الاعتذار. ما ينفعش، ربنا مش هيسمح بحاجة زي كده يا جماعة. الحاجات المتسرعة لان البابا بيقول دي حاجة انسانية، جورج بيباوي كان على فراش الموت وعشان كده انا سمحت له بالمناولة وهو خلاص، لا ما ينفعش. جورج بيباوي بعد ما تم شفائه رجع بأول فيديو وقال أنا استحالة إن أنا أزحف للمجمع المقدس وأقرأ كتبي وانشروها في كل مكان، وكتب جورج بيباوي كلها بدع وهرطقات. فلحد آخر نفس في عمر جورج بيباوي كان متعمد على الأخطاء اللاهوتية اللي كان بيقولها، وكان متمسك بتعليمه وعمره ما اعتذر عن أي حاجة. فلحد وقت قريب جورج بيباوي بيقول إن أنا كنت صح والمجمع المقدس ظلمني وي 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 وي. فيا جماعة، يا جماعة اللي بيحصل ده كتير. طيب انا كده في الحلقة دي خلصتها، ونتمنى الشفاء العاجل للبابا يرجع لشعبه وكنيسته تاني. ومهما كانت الاحداث والاجواء كنيستنا بخير، وابواب الجحيم لن تقوى عليها، ابواب الجحيم لن تقوى عليها. هي بس ساعات ربنا بيدينا جرس انذار، او ساعات ربنا بيدينا حاجة قوية علشان نتعظ، او علشان نغير اهتماماتنا ونغير افكارنا ونقعد فترة سكون وراحة كده مع النفس، نقعد كده مع النفس فترة سكون وراحة. هو ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ هل انا كنت ماشي صح؟ ساعات الانسان بيحتاج الفترة دي، فربنا بيديهاله، بيديله فرصة، ربنا بيديله الفرصة دي يعمل ستوب. انت مش عارف توقف نفسك، انا هوقفك. ربنا بيديله كده ستوب. انت مش عارف توقف نفسك،
ومنجرف في هذا التيار وعليك ضغوط من هنا ومن هنا ومن هنا، انا هوقفك وانا هعمل لك ستوب وهديك فتره السكون والراحه وهديك الفتره اللي انت محتاجها وهديك الفرصه اللي انت محتاجها عشان تفكر وتعيد حساباتك في امور كتيره جدا، وتشوف الكنيسه تاني وتشوف الشعب تاني وتديله فرصه كبيره ان هو يعيد حساباته داخليا وخارجيا ويعيد حساباته في شؤون الكنيسه رعويا. والناس اللي اتظلمت والناس اللي هي في حاجات ازمات في كنايس، ازمه كنيسه هنا وازمه كنيسه هنا، يشوف اقباط المهجر، يشوف هنا يشوف هنا، يسمع صراخ الشعب، الشعب محتاج الابوه مفتقد الابوه، يشوف يعيد حساباته تاني. فربنا اداله الفرصه انه يعمل ستوب في الوقفه ويقول انا كنت بعمل ده ازاي. يمكن حاجات كتير قوي تتغير الفتره الجايه، نتمنى ان حاجات كتير تتغير الفتره الجايه، ونتمنى نشوف بابا توادروس تاني خالص، سياسات تانية بقرارات جديدة بحاجات جديدة، نتمنى ان الكنيسة تنهض من جديد، نتمنى ان الكنيسة نسمع اخبار حلوة. فيا جماعة انا بقول دايما ان ربنا بيبقى ليه، انت ليك تدابيرك وخطتك، ربنا بيكون ليه خطة تانية خالص، بيغير لك الخطة بتاعتك دي في اخر لحظة، لان احنا بنقول دايما لتكن مشيئتك يا رب، انت يا رب تكن مشيئتك انت يا رب، انت مهما هتعمل ايه ومصمم انك تعمله وماشي في الاتجاه ده وماشي فيه، لا ربنا، لا استنى انت بقى كده مش هينفع تودي الكنيسه في حته تانية، مش هينفع تروح في حته تانية، مش هينفع. انا بقول لكم ابواب الجحيم لن تقوى عليها، ده وعد ربنا لينا ان مهما ما حاجات تحصل للكنيسه ربنا ده هيكون حاميها، مهما كانت الاجواء والاحداث والضغوط من هنا ومن هنا ومن بره ومن جوه والصراعات الداخليه والصراعات كمان الخارجيه، ربنا ده عجيب بيغير الخطه في لحظه. انت ماشي بدماغك، لا استنى انت بقى كده انت هتوديها فين، هنا ولا هنا، ستوب. ونلاقي الدنيا اتغيرت 180 درجه في لحظه، ما بيقول لك الحاجه دي بتيجي في لحظه عشان يعمل لك فوقان، يديك الفرصة انك تاخد فترة راحة وسكون عشان تعيد حساباتك في امور كتيرة جدا. هو قال بنفسه انا كمان محتاج الفترة دي علشان اعيد حاجات كتيرة جدا، مراجعة حاجات كتيرة جدا، كنت محتاج الفترة دي عشان اراجع حاجات كتيرة جدا، اراجع حاجات كتيرة جدا. نتمنى ان هو ياخد قرارات في صالح الكنيسة وفي صالح الشعب الفترة الجاية علشان القيل والقال والاحداث والبدعه والهرطقات المنتشره مفروض واجب علينا، واجب مهمه البطريرك الاولى الحفاظ على الايمان الارثوذكس السليم، دي مهمته الاولى الحفاظ على الايمان الارثوذكس السليم. يلا اشوفكم على الف خير، تحياتي، اشوفكم في حاجه جديده، سلام.